أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمة والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة المنقذ العالمي ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رجل قبل المهدي تحدثنا في الحلقة الماضية وتناولنا رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بشأن الممهد العظيم الذي يسبق ظهوره ظهور الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري. والرواية هي: يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر. كما جاء في كتاب الفتن لابن حماد صفحة 199 ومعجم احاديث الامام المهدي الشيخ علي الكوراني صفحه 119. وبينا من خلال الروايات بان الذي ياتي من المشرق مره سمته الروايات بانه وزير الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري، ومره اخرى سمته بخليفته، خليفه الامام محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليهم. ثم بينا قبل نهايه الحلقة الماضية بأنه أيضا هنالك حد آخر من حدود شخصية هذا الرجل العظيم أنه سمت الروايات سمته بخليفة الله المهدي وقرأت على ما سامعكم روايتين آه لا بس أن نعيد هاتين الروايتين ثم نكمل بقية الروايات آه كما جاء في غاية المرام وحجة الخصام للبحراني وبحار الانوار جزء 51 صفحة 87 عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه واله يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا احتفظه ثم قال النبي صلى الله عليه واله فإذا رأيتم أميرهم فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي إذا هذه الرواية واضحة عزيز المشاهد على أن الذي يأتي من المشرق ويجب مبايعته ولو حبوا على الثلج هو خليفة الله المهدي أيضا كما جاء في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 51 صفحة 83 أيضا عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحدا منهم ثم تجيء الرايات السود فيقتلونهم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فأنه خليفة الله المهدي أيضا هذه الرواية أه تأكيد على أن الذي يأتي من المشرق وصاحب الرايات السود هو خليفة الله المهدي أيضا يجب مبايعته ولو حب على الثلج الرواية الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرق كما في عقد الدرر في اخبار المنتظر صفحه 223 وشرع احقاق الحق جزء 29 صفحه 223. اذا ايضا هذه الروايه يقول يخرج المهدي من من؟ من عتره الحسين من ولد الامام الحسين ايضا من قبل المشرق. الروايه الرابعه عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا رايتم السود قد اقبلت من خراسان. فاتوها ولو حبوا على الثلج فان فيها خليفه الله المهدي كما جاء في الملاحم والفتن لابن طاووس صفحه 191 وبحار الانوار للعلامه المجلسي جزء 51 صفحه 82 ايضا روايه اخرى عن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله اذ جاء فتيه من بني هاشم فتغير لونه أي لون النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخر على الدنيا وأن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا حتى يأتي قوم منها هنا من نحو المشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثا فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها عدلا كما ملؤوها ظلما فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي جاءت هذه الرواية في معجم أحاديث الإمام المهدي الشيخ علي الكوراني صفحة 381 إذن أيضا هذه الرواية تقول على أن الذي يأتي من المشرق هو المهدي أيضا يجب مبايعتي ولو حب على الثلج أيضا رواية أخرى في المناقب لابن شهر آشوب عن الأعمش بروايتي عن رجل من همدان قال كنا مع علي عليه السلام بصفين فهزم أهل الشام ميمنة العراق فهتف بهم الأشتر ليتراجعوا فجعل امير المؤمنين عليه السلام يقول لاهل الشام يخاطب اهل الشام امير المؤمنين في معرفه في معركه صفين يا ابا مسلم خذهم ثلاث مرات فقال الاشتر اوليس ابو مسلم معهم يخاطب امير المؤمنين انه اوليس ابو مسلم معهم قال عليه السلام لست اريد الخولاني يعني ابو مسلم الذي مع معاويه في جيش الشام هو الخولاني، فقال الامام لست اريد الخولاني وانما اريد رجلا يخرج في اخر الزمان من المشرق. يهلك الله به اهل الشام ويسلب عن بني اميه ملكهم. كما جاء في بحار الانوار جزء 41 صفحه 310 اذا هذه الروايه تقول بان الذي يخرج من المشرق في اخر الزمان يهلك الله به أهل الشام والمعروف عزيز المشاهد أن الذي يهلك أهل الشام أي السفيان عندما يخرج من الشام عليه العائن الله من هو الذي ينهي ملكه هو الإمام المهدي سلام الله عليه فهنا هذه العلامة هذه العبارة تؤكد على أن الذي يخرج من المشرق في آخر الزمان هو المهدي لأن المهدي هو الذي ينهي ملك السفياني من الشام. وأيضا قالوا عنه أهل البيت بأن ملكهم هو ملك بني أمية. ولاحظ عزيزي المشاهد الإمام أمير المؤمنين في ذلك الوقت في في معركة صفين مشغول بالحرب وهي معركة طبعا كما هو معروف كانت معركة شديدة وخاصة في الليلة الثالثة من هذه المعركة تسمى بليلة الهرير. كان متواصل فيها القتال صباحا ومساء وكل ذلك والامام يشير ويستنجد بذلك الرجل العظيم الذي يخرج في اخر الزمان من المشرق وهذا اذا دل على شيء يدل على ان هذا الرجل ذو منزله ومقام عظيم ومهمه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. اذا يتضح من خلال الروايات عزيزي المشاهد الكريم على خروج رجل طبعا قبل الامام المهدي سلام الله عليه الذي يخرج من المشرق سمته الروايات بالمهدي وهو ليس المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام لان المهدي محمد بن الحسن العسكري يظهر بمكه بين الركن والمقام وتبدأ انطلاقته من هناك سلام الله عليه مع وزرائه أو أصحابه الخلص الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وتبدأ انطلاقته من هناك لتبدأ مرحلة أملاء الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ أهل الفجار جورا وظلمة أما الذي يخرج من المشرق طبعا قطعا هو ليس الامام محمد بن الحسن العسكري لان الروايات قالت عنه بانه خليفه المهدي اي خليفه محمد بن الحسن العسكري وايضا قالت عنه وزيره فما ممكن ان يكون الشخص وزيرا لنفسه او خليفه لنفسه. فهذه الروايات كافيه الدلاله على وجود مهدي اخر في ياتي في اخر الزمان ياتي من المشرق وصفته الروايات بأنه وزير المهدي محمد بن الحسن العسكري وخليفته بعد استشهاده سلام الله عليه وهو يعني حد من حدود شخصيته أيضا هو خليفة الله المهدي عزيز المشاهد إذا راجعنا أيضا يعني في كلام الطاهرين ورواياتهم نرى ايضا هنالك روايات اخرى تؤكد على وجود مهدي اخر، ليس هو فقط محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليه، بل بل هنالك مهدي اخر يولد في اخر الزمان، يعني معروف ان الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري ولد سلام الله عليه سنه 255 للهجره، واستلم الامامه سنه 260. اما هنالك مهدي اخر يولد في اخر الزمان. مثلا عن أم هانئ الثقفية قالت غدوت على سيدي محمد بن علي الباقر عليهم السلام فقلت له يا سيدي آية في كتاب الله عز وجل عرضت بقلبي فأقلقتني وأسهرت ليلي قال فسلي يا أم هانئ قالت قلت يا سيدي قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسي قال نعم المسألة سألتني يا أم هانئ هذا موجود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العترة تكون له حيره وغيبه يظل فيها اقوام ويهتدي فيها اقوام فيا طوبى لك ان ادركتيه ويا طوبى لمن ادركه كما جاء في كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق صفحه 330 ونقله عن يعني عن الشيخ الصدوق بحار الانوار جزء 51 صفحه 137 وايضا معجم احاديث الامام المهدي باب امتحان الناس في غيبه المهدي اذن هذا واضح عزيزي المشاهد انه هنالك مهدي اخر يولد في اخر الزمان كما جاء عن الامام محمد الباقر والمولود هو الغلام حديث الولاده يسمى مولود اذن هنالك رجل يولد في اخر الزمان هو المهدي من هذه العتره كما قال عنه الامام الباقر ان شاء الله نكمل في سرد الروايات ما تبقى من الروايات التي تثبت على وجود مهدي آخر، ولكن بعد الذهاب إلى فاصل قصير. حياكم الله. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة المنقذ العالمي ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى عدنا وإياكم لتكملة حلقة هذا اليوم من برنامجكم رجل قبل المهدي كان حديثنا قبل الذهاب إلى الفاصل بأن هنالك مهدي آخر يولد في آخر الزمان كما بين ذلك محمد الباقر سلام الله عليه لأم هانئ الثقافية حين دخلت عليه وقالت أه وهي تسأل عن قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال نعم المسألة سألتيني يا أم هانئ هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العترة تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها أقوام أه وقلنا أن هذه الرواية جاءت في كمال الدين وتمام النعمة الشيخ أه الصدوق صفحة 330 إذن آه الإمام محمد الباقر يؤكد على وجود مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العترة من عترة آه رسول الله صلى الله عليه وآله من عترة الإمام علي من عترة الإمام الحسين سلام الله عليه آه هذا المولود هو في آخر الزمان آه يقول الإمام الباقر لأم هانئ فيا طوبى لك ان ادركتيه ويا لمن ادركه. لانه حقيقه هو بشاره رسول الله صلى الله عليه واله هو الذي يملا الارض قسطا وعدلا وهو سوف يكون رسول الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام. الروايه الثانيه قال الاصبغ ابن نباته: سالت عليا امير المؤمنين عليه السلام عن المنتظر من ال محمد صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام هو العاشر من, من الولد الثاني العاشر من الولد الثاني يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا يكون له غيبة طويلة تطول على المنتظرين قلت فندركه قال يدرك من يشاء الله ويرد له الله ويرد له الله من يشاء الله من عباده رجع محتوم لا يكفر بها إلا شقي كما جاء في المجدي في أنساب الطالبيين محمد بن علي العلوي صفحه 134 اذا امير المؤمنين يقول على ان المهدي من ولد الثاني الولد الثاني هو من هو الامام الحسين سلام الله عليه الولد الاول هو الامام الحسن والثاني هو الامام الحسين الذريه خرجت من من الثاني من الامام الحسين سلام الله عليه لو كان الامام المقصود الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري لقال الامام امير المؤمنين التاسع من الولد الثاني اي من الذريه الثاني هو الامام الحسين لكن قال العاشر يعني التاسع هو الامام المهدي لان يعني لنعد لأ الامه من ذريه الامام الحسين علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، والإمام المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. فلو كان الإمام المهدي هؤلاء تسعة. إذا من هو العاشر من ولد الثاني؟ إذا أكيد هنالك إمام ثالث عشر هو المهدي من هذه يعني من هذه العترة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا رواية أخرى عن الأصبغ بن قال أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكرا ينكت في الأرض فقلت ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض أرغبة منك فيها فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي أعيد ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما تكون له غيبه وحيره يظل فيها اقوام ويهتدي فيها اخرون فقلت وكم تكون الحيره والغيبه؟ قال سته ايام او سته اشهر او ست سنين الى اخر الروايه كما جاء في الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 165 وأيضا صفحة 326 والهداية الكبرى الحسين بن حمدان الخصيبي صفحة 362 والاختصاص الشيخ المفيد صفحة 209 والكافي للشيخ الكليني جزء الأول صفحة 379 إذا نرجع إذا قول الإمام لي بن نباتة مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي الحادي عشر من ولد الأمير المؤمنين إذا ما أمير المؤمنين يكون المجموع 12 على إما هنا تكتمل بإثنى 12 إماما ثم يقول مولود من ظهر الحادي عشر من ولدي يعني هنالك مولود يأتي بعد الإمام الثاني عشر يكون من ظهره يعني من نسله من ذريته إذا واضح على أن المهدي ليس هو محمد بن الحسن العسكري، بل يأتي بعد الإمام محمد بن الحسن العسكري ويكون من ذريته. أيضا لاحظ ماذا قال أمير المؤمنين؟ له حيرة وغيبة. الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري له غيبتان وليس غيبة، وليس يعني له حيرة. بل كل الأخبار التي جاءت عن أهل البيت. تقول بأنه له غيبتين وليس له حيرة هنا يقول حيرة وغيبة فعندما سأله الأصبغ من نباته أه يعني كم تطول هذه الحيرة والغيبة قال ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين هذه الغيبة مترددة بين ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنوات بينما محمد بن الحسن العسكري الغيبة الصغرى كانت سبعين سنة والغيبة الكبرى أكثر من ألف سنة ولا زلنا في هذه الغيبة نعيش أيام الغيبة سلام الله عليه إذا أكيد أن يعني هنالك شخص آخر غير الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ولدي اثنا عشر نقيبة من ولدي اثنا عشر نقيبة نجباء محدثون مفهمون اخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا كما جاء في الكافي الشيخ الكليني الجزء الاول صفحه 779 زين هنا يقول رسول الله صلى الله عليه واله من ولدي اثنا عشر نقيبا زين علي بن ابي طالب سلام الله عليه ليس من ولد رسول الله بل هو ابن عمه الزوج ابنته كما يعبر رسول الله بانه اخي في الدنيا والاخره إذا ليس هو من ولد رسول الله لكن هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول من ولدي اثنا عشر نقيبا نجبا محدث مفهمون زين اثنا عشر مع الإمام علي سلام الله عليه صاروا ثلاثة عشر إماما من هو آخرهم آخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورة إذا الثالث عشر هو القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بأمر من أبيه الإمام المهدي محمد بن الحسن الحسن العسكري سلام الله عليه لأنه هو سوف يكون رسوله وخليفته من بعده أيضا رواية أخرى عن الحسن بن أبي الحسن البصري يرفعه قال أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إن الله عز وجل يأمرك أن تزوج فاطمة من علي أخيك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي فقال له: يا علي اني مزوجك ابنتي فاطمه سيدة نساء العالمين واحبهن الي بعدك وكائن منكما سيدا شباب اهل الجنه والشهداء المضرجون المقهورون في الارض من بعدي والنجباء الزهر الذين يدفع الله بهم الظلم ويحيي بهم الحق ويميت بهم الباطل ما هو عدتهم؟ لاحظ ماذا قال رسول الله عدتهم عدة أشهر السنة عدتهم عدة أشهر السنة هم طبعا عدة أشهر السنة 12 شهرا من هو آخرهم؟ آخرهم يصلي عيسى بن مريم خلفه كما جاء في الغيبة للنعماني جزء الجزء السابع صفحة الصفحة الأولى وبحار الأنوار للمجلسي الجزء 36 صفحة 272 ومقتضب الأثر للجوهري صفحة 29 إذا واضح قول النبي صلى الله عليه وآله بقوله كائن منكما كائن من من فاء من علي وفاطمة سيدا شباب أهل الجنة والشهداء المضرجون يعني هم الأئمة من ذرية الإمام الحسين أدتهم عدة أشهر السنة 12 12 مع الإمام الع... مع الإمام علي سلام الله عليه أصبحوا 13 إماما من هو آخرهم هو الثالث عشر من هو يصلي عيسى بن مريم خلفه وعيسى بن مريم يصلي في بيت المقدس في القدس الشريف يصلي خلف الإمام المهدي كما هو معروف عند كل المسلمين رواية أخرى في كتاب بيان الأئمة الجزء الأول صفحة 133 وثلاثة وثلاثين البيان الأربعون لاحظ عزيزي المشاهد ماذا قال؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه واله في ليلة المعراج انه قال: اوحى الله تعالى الي اني اخرج من صلب علي عليه السلام اثني عشر اماما. اثني عشر اماما ولكن من صلب علي. اذا ما علي؟ اصبحوا ثلاثة عشر اماما. من هو آخرهم؟ آخرهم هو الثالث عشر. من يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا إذن الثالث عشر في كل هذه الروايات تؤكد على أنه هو المهدي سلام الله عليه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ويصلي عيسى بن, خل... عيسى بن مريم خلفه وهي متطابقة مع روايات ال... الرجل المشرقي الذي يأتي من المشرق أيضا وصفته بن خليفة الله المهدي وصفته بالمهدي فكل هذه الروايات هي تصبح عندنا قطعية الدلالة على أن هنالك مهدي آخر يخرج من المشرق أو مهدي آخر يولد في آخر الزمان إذا هذا الإمام المهدي حقيقة هو ضالة ومقصد هذه الامه الذي سوف يخرجها حقيقه من بعد طول ذل وهوان الى عز وقوه يعيد الى هذه الامه شرفها وكرامتها ويحررها من قيود الذل والهوان والعبوديه للغير وتسلط الغير عليها. وهو طبعا العاشر من ولد الإمام الحسين سلام الله عليه وهو أيضا كما يعني بينا هو إمام مفترض الطاعة يجب طاعته ومبايعته ولو حب على الثلج إن شاء الله سوف نستمر في الحلقة القادمة في بيان دود شخصية هذا الرجل العظيم هذا الممهد العظيم الذي يأتي من المشرق إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه